صباح الخير لكل المشاهدين. اليوم نهار الاثنين 24 تموز جولاي 2017. عالم صباح جديد وفقرات جديدة من هلا ولغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. اليوم نهار الاثنين، قديش بتعرفوا ناس بيقولوا اف اليوم نهار الاثنين، بلش نهارنا، بلش اسبوع جديد، بلشت متاعب جديده، بلشت امور كنا حاطينا على الاجنده ودافشينا من نهار الجمعه ومن نهار السبت او من نهار الاحد انه بكره رح نبلشها، لانه ما في حدا منا ما بيقول خلص الثنين رح بلش رياضه، الثنين رح وقف دخان، الثنين رح اعمل امور كنت مأخر فيها، امور كنت حاططها على الاجنده وما عم خلصها. دائما الثنين بيكون هو نهار مفصلي، انما دائما بنقول انه هدول الامور او هالايام هي نسبيه، يعني الاشخاص يمكن في منهم بيشتغلوا بخلال الويك اند ما بيكون عندهم هذا التنين اللي هو بيفرق عليهم، يعني ممكن يكون نهار الجمعه هو اللي نهار بيعتبروا فيه كمان انه بدايه اسبوع جديد. يمكن كمان بالدول العربيه لانه بيكون عندهم جمعه وسبت ايام عطله بيعتبروا انه نهار الاحد، لان احنا بنعتبره انه هو نهار عطله ونهار استمتاع واسترخاء كمان بالاشياء اللي بدنا نعملها، هو كمان بدايه اسبوع جديد لهم. بقى كل الامور هي نسبيه، بس يكون واحد عنده استحقاقات، بس يكون واحد عنده أشياء بده يعملها، بس يكون واحد عنده أشياء بده يخلصها، أو بس يكون حاسس أنه خلص ابتدت القصة بدها بعد كتير وقت لتخلص، بحس أنه هيدا الشيء هو الموضوع اللي راح يتعبه. إنما إن شاء الله يا رب حيالله نهار كنتوا بتعتبروه هو بداية أسبوع جديد، حيالله نهار بتكونوا بتحسوا أنه هيدا نهار بتكون بلشوا تخلصوا فيه أشياء كنتوا مأخرين فيها وما خلصتوها من الأسبوع اللي قبله. إن شاء الله بتقدروا أكيد تحققوا كل شيء بدكم إياه. خدوا وقتكم حتى لو ما تحقق كل شيء، يعني مش ضروري واحد يحس أنه خلص عامل تشيك ليست كبيرة أنه تشك تشك تشك، ما في شيء بيخلص هيك، كله بده وقت، بس بلشوا بالامور البسيطه وضلكم حاطين براسكم انه الا ما تضلكم تقدروا تحققوا الاشياء اللي بدكم اياها اذا اخذتوا وقتكم واذا فكرتوا انه هيدي الامور هي جيده لالكم ولمحيطكم. اليوم شاف حسين انه راح اترافق معكم بعالم الصباح، وشاف من هلا لغايه الساعه 1 بحضر لنا اطباق طيبه. صباح الخير شاف. صباح غيدا. شو عنا اليوم؟ بما انت اليوم معنا. ما هيك؟ عم فاجئك. معود عليك نهار الاربعاء. اليوم لانه نهار الاثنين حبيت ابدا معكم الاسبوع. وانا كمان هيك حبيت ابدا اليوم إيه؟ الاسبوع بوصفات كتير طيبه. عندي راس الكفته بالباذنجان، عندنا كمان برغل، كل جمعه عم نمرق طبق برغل. عندي اليوم برغل بالفليفله الملونه، برغل مفلفل مع الفليفله الملونه، وايضا طبق حلويات مثل العاده. عندي كيك بالقرفه. انا هيك كده بقول لك كل المشاهدين يتابعونا لحتى نحضر كل هالوصفات انا وياهم. بتعرف ببساطه انا بحبها كتير الفليفله الملونه، لانه في ناس بيعتلوا همها ما بيهضموها. لا انا بتعرف شو هو اللي ما بهضموه؟ قشر الخيار، يعني الخياره ما بهضمها، بس الفليفله بهضمها. بس بتعرفي شغله؟ انا غير شكل بهضمها. بتعرفي شغله؟ انه كل الفيتامين بيكون موجود بالقشره، القشره الخارجيه للخيار ولاكثر من انواع الخضره، والفواكه بيكون موجود فيها الفيتامين. بالاخص الخيار، الخيار كل الفيتامين ما موجود. ما بهضمه طيب شو بعمل؟ بدك تصيري تهضمي. راح الددل اكيد رايحين جايين لعندك اليوم ما شاف، انما رح نبدا عالم الصباح مثل العاده مع كارمن والابراج. صباحكم بخير، يوم الاثنين 24 تموز يوليو، اليوم القمر مرافقنا من برج ناري برج الاسد، وبعد تاثيرات القمر الجديد جيده على الابراج الناريه، مواليد برج الحمل، مواليد برج الاسد، وكذلك مواليد برج القوس. كيف رح بيكون هذا النهار وبدايه الاسبوع لكل الابراج؟ بنبلش مع برج الحمل يلي بالنسبه لك اليوم نهار كثير فعال، كثير نشيط، كثير ديناميكي، هذا النهار تقريبا بتحقق انت أهداف هيدا النهار وبتحققهم بنجاح. ألوفر حظا هي مواليد شهر أدار مارس 11 12 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور تأثير هالقمر الجديد من برج الأسد بعده مكمل معك، بعده نوعا ما بياخدك وبيحطك بظروف شوي مشربكة، بيطلب منك أنه نوعا ما تكون عم تتفاعل أكثر مع ذاتك، تهتم بحالك اكثر، تدلل حالك نتفي اكثر، وتحاول انه نوعا ما تطمن بالك اكثر. الاجواء شوي متقلبه فخذ الامور على هذا. بتضل مواليد الاكثر تعبا نسبيا اليوم هي مواليد شهر نيسان ابريل. بنتقل لبرج الجوزاء. بالنسبه لبرج الجوزاء بعتبر هيدا نهار كثير 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 نشيط، وبعتبره من الايام الفعاله جدا يلي بيكون فيها مولود برج الجوزاء من اكثر الاشخاص قدره على المنافسه، على المشاركه، على تفسير الامور، على ايصال الرساله، لحتى بهيدا نهار انت تعبر عن رايك، تدافع عن رايك، ترد اعتبارك وتسترد حقك. اجواء ممتازه، سرعه الخاطر عندك اياها بتميزك عن غيرك. الاكثر حظا 12 13 و14 حزيران يونيو. بكمل مع برج السرطان.
بالنسبة لبرج السرطان وجود القمر الجديد بالبيت الثاني، بيت المال وبيت الميداليات وبيت التكريم، بيخلي مولود برج السرطان نوعا ما يكون عم بيفكر فعلا بأموره باستقراره بمستقبله لبعيد، عم بيفكر لبعيد، عنده مشاريع بعيدة بعيدة عم بيفكر فيها وحابب انه يكون مستقر، حابب هو يبحث عن الاستقرار وبالتالي بيشتغل عليه. ما غريب انه بهذا النهار تبين بعض المسائل المالية ايضا. تبقى المواليد الأوفر حظا 8 9 10 تموز يوليو. بكمل مع برج الأسد. بالنسبة لك مولود برج الأسد هيدا نهار مهم ومميز جدا، لأنه القمر والشمس موجودين ببرجك عم بيخلوك تكون إنسان كلك طاقة وقدرات كتير كبيرة لتفعيل حياتك، لتنشيط حياتك ولإدخال تطوير وتغيير عليها. يمكن تكون أمور بالنسبة لك بسيطة، لكن هي شوي شوي الأمور بتتغير، ومطلوب منك أنك تاخد وتروح بهالضوء الأخضر للمشاريع اللي أنت بدك تقوم فيها. لكن إذا كنت من مواليد 25 26 27 تموز يوليو، كن حذر جدا، كوكب المريخ حد شمسك معقولة يجرلك أو يجذب المتاعب. بنتقل لبرج العذراء. بالنسبة لك مولود برج العذراء بعتبر هيدا نهار نوعا ما شوي بطيء، بزهقك كتير، هيدا نهار روتيني والروتين فيه رح بيكون كتير حلو، شرط انه انت ما تتعاطى بامور ما بتخصك، ما تدخل حالك بامور ما بتخصك، لانه بالكاد عندك طاقة لحتى تشتغل على اللي عندك اياه. اجواء مناسبة فقط لامور بسيطة، انتبه من التأخير وانتبه من الالتباسات. وبتبقى المواليد يلي بعتبر انه شوي ابطأ من غيرها، مواليد شهر اب اغسطس، لكن في احتمال يكون في نشاط جديد بيدخل عليك بهيدا النهار 23 24 اب اغسطس. بنتقل لبرج الميزان. بالنسبة لبرج الميزان هالقمر الجديد ببيت الأصحاب وبيت الدعم بخلي أنه يكون حياته اليوم كتير فعالة لمولود برج الميزان، كأنك بتتفاعل وكأنك بتتكيف مع الظروف من كل قلبك، أجواء كتير حلوة بتساعدك بتدعمك وبتدفشك حتى إلى الأمام. الأكثر حظا 19 و11 أكتوبر. بنتقل لبرج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب هيدا قمر كتير مهم، من أهم الإشارات الزمنية عندك. القمر الموجود القمر الجديد برج الأسد يقع في أعلى نقطة عندك بدائرة الفلكية، هذا بخلي أنه تكون الأضواء مسلطة عليك وبالتالي أبواب الحظ والنجاح والشهرة أيضا مفتوحة قدامك. هذا معناته القمر الجديد بالنسبة لك مولود برج العقرب اليوم، فانتبه حتى ولو حاسس بقلق أو تعب انتبه أنه ما تنزع للفرصة. الأكثر قلقا مولود أكتوبر. بنتقل لبرج القوس. بالنسبة لبرج القوس نهار إيجابي، نهار حلو، نهار فرح جدا، نهار يجذب لك الحب والطمأنينة. هالقمر الجديد اللي عم بيخلق واللي خلق امبارح في بيت الحب والرومانسيات بالنسبة لك رح بيكون مؤشر زمني إيجابي جدا، وكأنه عم بيخلق عندك فرصة وكأنه عم بيفتح عندك باب لحتى تحقق نجاح، ارتياح وطمأنينة. الأوفر حظا 20-21 ديسمبر بالإضافة لمواليد نوفمبر. بنتقل لبرج الجدي. بالنسبة لك مولود برج الجدي الأمور أول شيء بدك تاخذ بعين الاعتبار الأمور بلشت ترتاح شوي، الضغط اللي عشته 30 يوم بلش الأمور تتحلحل شوي فيه، لكن بداية الحلحلة هي أخذ وعطاء، هي مفاوضات بسيطة، مباحثات بسيطة، زيارة بسيطة، بسمة منك، ابتسامة، تنازلات بسيطة، سلام، كلام وسلام، كل هالأمور بيسهلوا أمورك اليوم. الأوفر حظاً 22 و23 ديسمبر. بكمل مع برج الدلو. بالنسبة لبرج الدلو وجود القمر والشمس ببرج الأسد بشكله بالنسبة لك نوع من توتر، عامل بكهرب الجو وبيخلي مولود برج الدلو يكون على أعصابه ودايما على أهبة لحتى يعادي شخص أو يتهجم على موقف معين. هيدي النقطة حاول أنه تحطها على جنب، حاول أنه تشيلها من فكرك، خلي انفعالاتها تكون هادية، من المستحسن ما يكون في انفعالات اليوم. الأكثر توترا 20-21-22 كانون 2 يناير. كمل مع برج الحوت.
بالنسبة لبرج الحوت هيدا انهار تكملي لامبارح، المشاريع اللي انحطت امبارح، الفكرة اللي طلعت امبارح، الخطة اللي حطيتها بدك تشتغل فيها، بدك تشتغل فيها من كل قلبك، لأنه الجو مكمل معك بكرة وبعد بكرة، شوي في شوية مضايقات. ليش؟ وكأنه حدا عم بيزيد عليك، وكأنه حدا عم بيتحديك، وكأنه حدا عم بيقول أنت ما بتقدر تخلص هالشغلة مثل ما لازم. فحاول أنه فعلا أنه أنت تبرهن أنه أنت قد ودود. الأوفر حظا نسبيا 7-8 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم سنة كتير مهمة مميزة جدا جدا جدا، هيدي السنة بتخلق لك فرص عديدة متنوعة، وحضر حالك انه هيدي الفرص رح تكتمل او رح تبلش تشوف فيها بدايات كتير مهمة بشهر اكتوبر. هيدي السنة بتعطيك ضوء اخضر للتغيير وللتقدم وللانتقال من موقع الى افضل. اب اغسطس ايضا شهر اكتوبر، ديسمبر وابريل هن افضل الاشهر. الى اللقاء بكرة ابراج جديدة، باي باي. شكرا كارمن. اليوم سؤالي ايضا على الفيسبوك متعلق باي نهار هو اليوم المفضل عندكم بخلال الاسبوع، انما اليوم فقراتنا معظمها رح تكون اجابه على اسئلتكم وايضا اسئله مباشره على الهواء من قبلكم عبر اتصالاتكم بمعظم فقراتنا لليوم، وبعد لحظات رح نبدا. على صحه السلامه مع لواء، خليكم معنا.